فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحيانا في الحرم مع شدة الزحام نصلي مع الإمام وتكون النساء أحيانا في الحرم مع شدة الزحام إذا صلينا مع الإمام فإنه تكون النساء أمامنا، فما حكم ذلك؟ هذا للضرورة لا بأس، هذا للضرورة لا بأس بذلك، لأن الحرم غير حالته غير حالة غيره بسبب الزحام الشديد نعم.